السلام عليكم. الحوثيون نفذت القوات البحرية عملية استهداف لسفينة أمريكية في خليج عدن. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت جماعة أنصار الله يوم الأربعاء أن القوات البحرية التابعة لها نفذت عملية استهداف لسفينة أمريكية في خليج عدن. وقال المتحدث باسم أنصار الله العميد يحيى سريع في بيان: انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ما أدى إلى نشوب حريق فيها. وأضاف البيان: وقد جاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية مردفا، وعليه تجدد القوات المسلحة اليمنية تنبيهها إلى كافة السفن بالتجاوب مع نداءات القوات البحرية اليمنية وعلى كافة أطقم السفينة المستهدفة سرعة مغادرتها بعد الإصابات الأولى. وتابع: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ واجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، وأن عمليتها في البحرين الأحمر والعربي لن تتوقف إلا عند توقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة يوم الأربعاء تأكيدها فقدان 3 من بحارة سفينة الشحن في باب المندب جنوب غرب عدن، وإصابة 4 آخرين بحروق بالغة إثر استهدافهم بالصاروخ. وتضامنا مع قطاع غزة، تستهدف جماعة أنصار الله سفن شحن بحرية في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع إلى الاحتلال الإسرائيلي وإليها، وفقا لتصريحات الجماعة. في الأخير، إذا كنت من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.